الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في الدرس العاشر، مميزات وطني المعادن والصناعة المعدنية قطاع الفوسفات نموذجا. إذا المرجع هو المفيد في الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي. أهداف تعلماتي: أصف أنواع المعادن وكيفية توزيعها في وطني، أربط علاقة المعادن بالصناعة المعدنية، أدرس حالة معدن الفوسفات وتحويله بالمغرب، أمهد لتعلماتي تختزن أرض وطني أنواعا كثيرة من المعادن التي تلعب دورا كبيرا في الصناعة المعدنية في بلادنا. فما أهم أنواع المعادن وكيف تتوزع في المجال المغربي؟ إذا تتعرف على أنواع المعادن وكيفية توزيعها في المجال طبعا المغربي. ما علاقة المعادن بالصناعة المعدنية الوطني؟ ثم الفقرة الثالثة: ما أهمية معدن الفوسفات وما مساهمته في الصناعة التحويلية بوطني؟ إذا أشتغل. نعم سنرى. طبعا هنا الصورة ما كتبانش مزيان. عندنا أصف أنواع المعادن وكيفية طبعا توزيعها. هنا منجم استخراج النحاس، قلعة سراغنا، الخريطة عنوانها أهم أنواع المعادن في المغرب. لاحظوا عندنا الفوسفات في كيتواجد في قريبكا، وطبعا اليوسفية وبوكرا، ثم الحديد، لاحظوا اف او الحديد، ها هو هنا في سلسلة جبال الريف، عندنا هنا طبعا في الصحراء، ثم الرصاص بي بي، ها هو طبعا بين الأطلس طبعا الكبير والأطلس المتوسط، ثم عندنا الزنك، ها هو طبعا في الجهة الشرقية وفي سلسلة جبال الريف، ثم المنغنيزيوم، لاحظوا ها المنغنيزيوم، إذا هو اللي كيتوجد بين الأطلس طبعا الصغير والأطلس الكبير. والنحاس الذي يوجد في الأطلس الكبير والأطلس الصغير، وطبعا منجم النحاس ها هو طبعا هنا جهة مراكش، إذا في قلعة سراغنا بالضبط. إذا هنا نقرأ الأسئلة. أتتبع نعم معطيات الخريطة الواثقة واحد، وألاحظ الصورة الواثقة اثنان، نعم اللي قلنا منجم استخراج النحاس قلعة سراغنا، وأتعرف موضوعهما. إذا بالنسبة للخريطة الموضوع ديالها هي أهم، نعم أهم أنواع المعادن، أهم أنواع المعادن في طبعا المغرب. هذه بالنسبة للوثيقة واحد. الوثيقة اثنان اللي هي هذه هنا منجم، نعم منجم نون منجم استخراج، منجم استخراج طبعا النحاس بقلعة سراغنة، نعم انا كتبان قلعة السراغنة، نعم جيد. اذا هذا هو الموضوع ديال الوثيقتين. دابا غنمشيو طبعا، قال لك هنا السؤال الثاني: اسمي انواع المعادن الممثلة في مثال الخريطة، واحدد مواقع تركز النحاس والحديد والفوسفات في المغرب. نعم اذا هالانواع ديال هذا عندنا الفوسفات، نعم فوسفات، ولا بغينا نقلبوا في كيتواجد الفوسفات هو اللي عنده المثلث احمر، عندنا في خريبكا، وعندنا طبعا حدا اليوسفيه، ثم عندنا في الصحراء في بوكراع. بالنسبة طبعا طلبوا منا كذلك النحاس، نمشيو للخريطة ونشوفوا النحاس اللي هو طبعا هنا داروا له السي، نعم النحاس، أين هو النحاس بالأصفر هو السي، إذا كيتوجد في الأطلس الكبير وسلسلة الأطلس الصغير، أطلس كبير سلسلة طبعا الأطلس، سلسلة جبال الأطلس الكبير ثم سلسلة جبال الأطلس الصغير. طلبوا منا كذلك الحديد، الحديد نعم اللي هو اف او، الحديد فينا هو هو هذا اللون الحديد اف او، نعم يوجد في طبعا سلسلة جبال الريف، سلسلة جبال الريف نعم، ثم اين هو الحديد؟ يوجد في الصحراء، الصحراء طبعا المغربية، نعم. ثم عندنا بعض المعادن الاخرى اللي خصنا نعرفو، كاين الرصاص، الزنك، المغنيزيوم، نعم الرصاص والزنك والمغنيزيوم،
نعم، هنا قالوا لنا أصفوا، نعم هنا أصفوا المشهد في الصورة اثنان. إذا الصورة اثنان ستبدو لكم، أصفوا المشهد في الصورة اثنان وبينوا صعوبة وأخطار استخراج معدن النحاس. إذا المشهد ديال هذا هو اثنان، كيعبرنا على منجم استخراج، نعم منجم استخراج النحاس، منجم استخراج النحاس طبعا الموجود بقلعة سراغنة، قلعة السراغنة. إذا طبعا الصعوبات لاحظوا، هناك أنفاق مظلمة، أنفاق طبعا كبيرة ومظلمة، يعني عميقة مظلمة، تحتاج إلى طبعا الإضاءة، إضاءة جيدة. ثم لاحظوا عندنا كذلك صعوبات في التنفس، نعم لأن تحت التنفس، ضيق التنفس، ضيق التنفس أو صعوبات طبعا في التنفس، وطبعا نظرا لوجود مواد طبعا كيميائية ضارة، وطبعا أكثر من هذا سامة، قاتلة، سامة. طبعا هنا قالوا لنا استعينوا بفقرة أنمي معجمي لأعرف بالمعادن، شنو هي المعادن؟ إذا أعتذر، المعادن هي المعادن صخور طبيعية ذات تركيب كيميائي وبلوري، تتكونت في باطن الأرض خلال الأزمنة طبعا الجيولوجية. إذا المعادن هي صخور طبيعية عندها واحد التركيب الكيميائي بلوري، تكونت في بعض الأحيان خلال أزمنة جيولوجية، يعني أزمنة مدة طويلة. عندنا النشاط الثاني، أربط علاقة المعادن بالصناعة المعدنية، المعدن الخام ثم هنا صناعة معدنية. لاحظوا إذا معدن الحديد نصنع منه مصنع إنتاج القضبان الحديدية الموجهة للبناء، معدن النحاس مصنع إنتاج الأسلاك الكهربائية، ثم رجعوا هذه اللور شوية، معدن الفضة عندنا حليف ديال الفضية، نعم نقود ديال الفضة طبعا. إذا سنمر إلى بعد ما شفنا هذا الشيء هذا، غنشوفوا الأسئلة اللي عندنا. ألاحظ الصورة الوثيقة 3 و4 اللي شفنا، ثم أنجزوا ما يلي. الوثيقة 3 هي اللي شفنا، هي اللي فيها المعادن بحال معدن الفضة، وعندنا الخام، وعندنا هنا الصناعة ديالو. أسمي أنواع المعادن الممثلة في الصورة ألف وباء وجيم، نعم أنواع المعادن رجعوا لي نشوفوها، أنواع المعادن ها هي، نعم عندنا كينا الحديد كتبان لي، ثم كينا معدن النحاس، ثم معدن الفضة، ما قلنا نسميوها وحددوا الصناعة اللي تستخدم. بالنسبة للحديد شنو كنستخدموا؟ بالنسبة اللي عطاونا هما هي مصنع إنتاج قضبان، إنتاج القضبان، إنتاج القضبان طبعا الحديدية، إنتاج القضبان الحديدية للبناء طبعا، موجهة لمن؟ للبناء. بالنسبة للنحاس، إنتاج النحاس عندنا الأسلاك الكهربائية، إنتاج الأسلاك الكهربائية فهو موصل جيد للكهرباء. وبالنسبة طبعا هي باش تبان لكم، ثم الفضة عندنا حلي فضية، حلي يعني ما يتزين به طبعا الحلي الفضية، ثم نقود، نعم نقود فضية، نقود فضية، نعم نقود فضية هي مكتوبة قدام هنا نقود فضية. دابا الآن سنمر إلى السؤال الموالي، نعم نقف هذه أعتذر نقدو لاباري. إذا هنا قالوا لنا اذكر نوعا اخر من المنتجات الصناعيه المتوفره الذي تم انتاجه من الحديد والنحاس والفضه، شي منتج اخرى ديال الحديد والفضه من غير هادشي. نعم الحديد، نمشيو مثال الحديد ما كتبانش، الحديد عندنا متى كنصغبوا السكك الحديديه، السكك الحديديه هذا كنصغبوا منهم. ثم عندنا مثلا صناعه الابراج العاليه، كنستعمل الحديد، الابراج، البرج، أبراج طبعا العالية، العالية ماشي العالمية. ثم طبعا صناعة السيارات، صناعة السيارات، إذا كلهم ديال الحديد هادو. بالنسبة للفضة، الفضة إضافة إلى القانون الحيلي، وهذا صناعة الأدوية، صناعة الأدوية نعم. ثم
طبيعية طبيعية. الأجهزة الإلكترونية، الأجهزة الإلكترونية كنحتاجو فيها الفضة، مثلا الشاشة ديال التلفاز، شاشته التلفاز، وكذلك طبعا البطاريات الخفيفة، البطاريات الخفيفة هنا. إذا بالنسبة للفضة وطبعا الحديد، أذكر أنواع المعادن التي تدخل في الصناعة الممثلة في الوثيقة 4. إذا شنو هي المعادن اللي كتدخل في هذه الصناعة ديال هذا هما هذه الوثيقة؟ طبعا كاين الحديد، غيكون تما طبعا الألمنيوم، غيكون عندنا النحاس الأسلاك الكهربائية ديال السيارة. إذا صار طبعا أنواع المعادن اللي تدخل في صناعة السيارة، كاين طبعا غيكون الرصاص لصناعة البطاريات، طبعا البطاريات التي تسميها، ثم الحديد يكون هيكل السيارة، وقدر يكون الألمنيوم، الألمنيوم لأن الألمنيوم هو إطار هيكل السيارة، هيكل السيارة، أبواب، ثم كذلك النحاس، النحاس تصنيع الأسلاك الكهربائية، الأسلاك الكهربائية، تصنيع الأسلاك الكهربائية، تصنيع الأسلاك الكهربائية، وطبعا والمحركات الكهربائية، الأسلاك الكهربائية، كذلك المحركات الكهربائية. نعم، نمر إلى أستعين بفقرة أنمي معجمي وأعرف بالصناعات المعدنية أستخلص. نعم، إذا الصناعة المعدنية هي صناعة تقوم على تحويل المواد الخام المعدنية من شكلها الأصلي إلى شكل آخر يتلائم مع احتياجات السكان. سهلة، بحال مثلا عندنا الحديد الخام كنحولوه إلى قضبان ديال البني، أو مثلا عندنا النحاس، معدن النحاس كنحولوه إلى أسلاك كهربائية، والفضة كنحولوها للحلي، إلى نقود، إلى أبواب، وهكذا. أهمية المعادن في الحياة الاقتصادية وطبعا الاجتماعية بوطني، فهي طبعا الأهمية ديالها كتجلى فاش؟ أول حاجة طبعا توفير فرص شغل، توفير فرص الشغل، ممكن فرص الشغل يعني تقليص من البطالة، تقليص من عدد البطالة، هذا واحد طبعا. وأنها توفير العملة، يعني كتوفر لنا توفير العملة، ثم تدخل في كثير، فهي تدخل في الكثير من الصناعات، تدخل في العديد من الصناعات أو الكثير من الصناعات. نعم، إذا هذه الأهمية ديال هاد المعادن. إذا الحالة الثالثة، أدرس حالة معدن الفوسفات وتحويله بالمغرب. يختص المكتب الشرقي للفوسفات لوسيبي في استخراج ومعالجة وتسويق الفوسفات، إذا استخراج ومعالجة وتسويق الفوسفات والمنتجات المشتقة منه. إذا هي الحامض الفوسفوري والأسمدة الكيماوية التي تحتاجها طبعا في الزراعة. وتحتضن الأرض المغربية حوالي 75% من المخزون العالمي من الفوسفات، ويعد المغرب أول مصدر لهذا المعدن في العالم إلى الخارج. نعم، أول مصدر هو المغرب. إذا نلاحظ الخريطة طبعا هي نستفد منها. بالنسبة للخريطة عندنا خريطة فوسفات المغرب، لاحظوا هنا المناجم الفوسفات في كيتواجد في خريبكا، في اليوسفية، بن قرير، ثم بوكراع. هنا مركب كيميائي لتصنيع الفوسفات، ها هو طبعا في اسافي وفي الجرف الاصفر، وهنا ميناء تصدير الفوسفات اللي في الدار البيضاء طبعا، وفي الجرف وفي اسافي، وهنا مركز استخراج الفوسفات طبعا هنايا في بوكراع، بن قرير، اليوسفيه، وخريبه. نعم، هنا قالوا لنا طبعا بعد ما شفنا الخريطه ثم حاولوا تشوفوها اكثر من مره، هنا قالوا لنا سيدي باش ما تجينا الصوره واضحه، اعتذر. نعم، هاي الصوره باش توضح لنا. أتتبع معطيات الخريطة الوثيقة والجدول هذا، جدول، لاحظوا الجدول. الفوسفات عندنا الإنتاج سنة 2028 مليون طبعا بالطن، وفي 2019 35 مليون طن، لكن النحاس 43 ألف طن، وهنا 125.4 ألف طن، هنا بالملايين، هنا بالآلاف، بمعنى أن الفوسفات أكثر بكثير إنتاجيا من النحاس. أستخرج من النص أهمية معدن الفوسفات بوطني. إذا أهمية طبعا الفوسفات المعدني، هو أولا أهمية ديالو هو أنه أول مصدر. نعم، يعد المغرب هو أول مصدر لهذا، المصدر لهذا المعدن. نعم،
طبعا ها اول مصدر لهذا المعدن، وبالتالي اذا كان اول مصدر فطبعا جلب العمله الصعبه، جلب العمله الصعبه، وطبعا توفير الشغل. اعرف بالفوسفات، سنقوم طبعا بتعريف الفوسفات. ها هو نجيبه، تعريف ديال الفوسفات. نعم، تعريف ديال الفوسفات، ها هو: يتكون من مواد عضويه متحجره انغمرت في مياه البحر منذ ملايين السنين. ها عندنا طبعا اعرف طبعا الفوسفات. ثم المؤسسه المختصه به قلنا هي المكتب الشريف للفوسفات. المؤسسه هي المكتب الشريف للفوسفات، المكتب الشريف للفوسفات، المكتب الشريف للفوسفات. وهذا التعريف ديالها، ها هي من المكتب الشريف للفوسفات، لو سي بي يعني اوفيس شيغيفيان دو فوسفات دي فوسفات، مؤسسة وطنية مختصة في استخراج وإنتاج وبيع الفوسفات ومشتقاته. نعم، هنا عطينا التعريف ديالها. نعم، فوسفات مؤسسة مختصة في إنتاج. استخرج من الخريطة، لاحظوا قالوا هنا استخرج، رجعوا للأسئلة هذه، قالوا هنا استخرج من الخريطة مراكز استخراج الفوسفات. إذا رجعنا للخريطة، ها مراكز استخراج والموانئ تصدير ديالو، ها هي، رجعوا للخريطة، ها هي، لاحظوا عندنا إذا المراكز الاستخراج ديالو خريبكا واليوسفية وبن قرير بكرة، ها هما ساهلين. والموانئ التصدير كاين الدار البيضاء والجرف الأصفر وأسافي وحتى العيون، هنا كيتم التصدير ديالو، يعني موانئ ديال التصدير. هنا نرجعوا نشوفوا السؤال الموالي: أقارن بين إنتاج الفوسفات وإنتاج النحاس، وثيقة سبعة. إلا شفتوا الوثيقة سبعة، يبدو إنتاج الفوسفات أكبر بكثير، أكبر بكثير. درنا مقارنة، غنقولوا إنتاج الفوسفات في المغرب أكبر بكثير من إنتاج النحاس، لأن الفوسفات باش بالملايين والآخر بالآلاف. الآن سنمر إلى أتبين أهمية، طبعا نقربوا الصورة. نعم، ها هي عندنا أتبين أهمية الصناعة الكيميائية للفوسفات الوطني. هنا استخراج معدن الفوسفات الخام، هنا مركب الجرف للصناعة الكيماوية. منصة لوسيبي الكيماوية في الجرف الأصفر هي أكبر مركب للأسمدة الكيماوية والفوسفاتية في العالم، فبعد إنجاز الوحدة الثالثة في الجرف الأصفر لإنتاج الأسمدة مركب إفريقيا للأسمدة سنة 2016، افتتحت الوحدة الرابعة سنة 2018، وهو ما مكن مجموعة لوسيبي أن تصبح أول مصدر للأسمدة على الصعيد العالمي، على الصعيد العالمي. نعم، نقرأ هذه الأسئلة. أتعرف موضوع كل صورة ألف وباء. هاي الصورة ألف استخراج معدن الفوسفات الخام، هاي استخراج معدن الفوسفات الخام، استخراج معدن الفوسفات الخام. وبالنسبة للصورة الثانية باء مركب الجرف الأصفر للصناعة الكيماوية. الوثيقة تسعد، نعم الوثيقة، فهي تتحدث عن منصة لو سي بي طبعا في الجرف الأصفر. أحدد ميناء الجرف الأصفر انطلاقا من الخريطة. إذا رجعنا للخريطة علقوا هنا الميناء، ها هو ميناء ديال الجرف الأصفر، طبعا تقريبا في الوسط الغربي تقريبا، يعني توسط الغربي. نعم، إذا ثم نعود إلى استخرج، نرجع للأسئلة هذه. استخرج من النص الوثيقة مميزات منصة الجرف الأصفر للصناعة الكيماوية. إذا المميزات ديالها هي أنها أكبر مركب، أكبر مركب طبعا، واكبر مركب، وهو المركب افريقي، يعني اكبر مركب في العالم في افريقيا طبعا، واول مصدر للاسمده طبعا، هو اول مصدر للاسمده على الصعيد العالمي، اول مصدر واكبر طبعا مركب طبعا في العالم. نعم، في العالم. استخرج اهميه الفوسفات، نعم اهميه الفوسفات في، هي اهميه الفوسفات في معدن الفوسفات في اقتصاد وطني، فطبعا الاهميه ديالو كتجلى طبعا في عنده اهميه كبيره. علاش؟ لانه كاين اولا تصدير وبالتالي جلب العمله، ثم توفير الشغل لمجموعه من العمال طبعا، فهو يعتبر طبعا ركيزه اساسيه من حيث طبعا الدخل